عدن عاجل. الزبيدي يصدر إعلانا عسكريا هاما بشأن الجنوب، وهذا ما تم الإعلان عنه. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي أعلانا عسكريا هاما في أول ظهور له بالزي العسكري منذ سنوات. جاء هذا خلال ترأس اللواء عيدروس الزبيدي اجتماعا موسعا اليوم في عدن مع القيادات العسكرية الجنوبية، أكد فيه أن القوات الجنوبية صمام أمان القضية الجنوبية ضد كل المؤامرات، وقال إن القوات العسكرية تعتبر أهم المنجزات التي تحققت لشعب الجنوب خلال مسيرته النضالية لاستعادة دولته، وهي صمام أمان قضية الجنوب ورأس الحربة ضد كل ما يتهدد شعبه وتضحية شهدائه، مثنيا على جهود جميع منتسبي القوات المسلحة الجنوبية وصمودهم في مختلف الجبهات والمواقع العسكرية للذود عن حياض الجنوب وتأمين حدوده، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي. وشدد اللواء الزبيدي في المقابل على ضرورة رفع اليقظة والتنسيق العملياتي وتكامل العمل وترابطه بين جميع الوحدات العسكرية فيما يضمن بقاء القوات في حالة جاهزية تامة لردع أي عدوان قد يستهدف أراضي الجنوب، مؤكدا أهمية ضبط القوة البشرية في جميع الوحدات العسكرية وتعزيز الضبط والربط العسكري والتأهيل والتدريب للقادة والأفراد وتفعيل دوائر الرقابة والتفتيش لتقويم أي اختلالات حدثت خلال المرحلة الماضية والعمل وفقا للنظام والقانون باعتباره الأساس لنجاح أي عمل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.